وصل إلى نهائي ويمبلدون حوالي 11 مرة، 11 مرة تقريبا. حصل على ال 11 مرة دول خد فيها 8 بطولات في بطولة النهائي، كسب فيهم 8 بطولات في النهائي. اللي احنا قلناهم في 2003 و4 و5 و6 و7 و9 و12 و17 دي في ويمبلدون. طبعا اللاعب فيدرر يمتاز بالرقم القياسي الاكثر فوزا في بطوله ويمبلدون كما قلنا 8 مرات، وفي بطولات الولايات المتحده المفتوحه مع جيمي كونرز 5 مرات تقريبا. ويمتاز فيدرر بلباقه اللعب زي ما قلنا في البدايه وبهدوء لعبه، يعني ما بيبقاش متسرع رغم ان هو بيحقق البوينت لازم ياخد النقطه ولازم يحرص عليها، وفي النهايه بيقدر يسيطر على الماتش حتى لو كان في حاله هزيمه، بيمتاز على انه يقدر يكون صبور داخل الملعب حتى يصل الى النهائي وحتى بيحصل على بطوله الماتش وعلى نهائي يكسبه بحرفيه وامتياز. شكرا.